الانترنت حققت وقعتني. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. تحية طيبة، أنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. الجيش يفكك عبوتين ناسفتين في طرابلس وينفذ عمليات مسح واسعة. إذا نحن وافقنا على هذا السلوك من هلأ بطمن اللبناني ما عشان رئيس جمهورية المستقبل. صار عندنا تعيينات لرئيس الجمهورية. عشية جلسة 8 من شباط الرئاسية استغراب لغياب المرشحين، وحزب الله يرمي الكرة في ملعب الآخرين. من حقنا الدفاع عن أنفسنا من دون تدخل في شؤون الآخرين. ندعو الآخرين عدم التدخل في شؤوننا. الملك سلمان: سندافع عن بلاد المسلمين وعلى الآخرين عدم التدخل في شؤوننا. شو مدينة سفر؟ ما عم يطلعوا لنا بنقط بنك بيبلوس؟ بيدفعوا بالكارت. ما انا لما ظهرت من الشغل تذكرت الغسالة، اشتريت واحدة جديدة، دفعت بالشيك واكد لك. انا 10:30 بتكون عندك. كملت على اليوغا، جلست الشكرة، تحممت وانا وفالي. مسيو لازم جدد الاشتراك. اكدت له، نطيت على الATM، سحبت كاش، ما تصرف لي ولا ابو عبده ولا ناجي كوفير. صرفتهم بالباركينج ودفعت له. مرقت على البيت جبت جيجي، نسيت حمرتها. معك فراتا؟ كملنا على العشاء، كان كتير طيب والجو لذيذ. كمان دفعت كاش. بس خلص، رح بلش ادفع بالكارت. من اليوم بلش تعمل اي فيزا كارت من بنك بيبلوس لكل مشترياتك وجمع نقط وبدلهم بسفرات وهدايا من اكرم بروجرام. غدا يتأكد اللبنانيون أنه يرضى القتيل وليس يرضى القاتل، فمن يغتال مؤسسات الدولة يوميا أحرص على استبداد الفراغ بالسياسة اللبنانية، أعلن من الرابي حيث مقر مرشحه الوحيد أنه لا يريد انتخابات رئاسية، وسيستمر في التعطيل إلى أن يعين حزب الله ميشيل عون رئيسا للجمهورية. لكن الأسبوع الذي سيبدأ بتعطيل انتخابات الرئاسة للمرة 35 سينتصف بجلستين لمجلس الوزراء لتسيير أمور المواطنين. وكالعادة يملأ الإرهاب الفراغ بالعبوات المناسبة، فقد فكك الجيش اللبناني عبوتين زينتهما 12 كيلوغراما تقريبا معدتين للتفجير في ساحة النجمة في طرابلس لضرب الأمن في ساحات من يريدون الانتخابات الرئاسية. وكما يدافع الجيش اللبناني عن اللبنانيين، فإن مملكة الخير تستعد للدفاع عن الشعب السوري بعدما تركه العالم كله ويتم ثورته وتجري حاليا محاولة القضاء على المعتدلين فيه. فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة العربية السعودية على أن يعم الأمن والسلام في المنطقة. وقال الملك سلمان بن عبد العزيز إنه من حق المملكة الدفاع عن نفسها من دون التدخل في شؤون الآخرين، ودعا الآخرين إلى عدم التدخل في شؤونها، معلنا نيته الدفاع عن بلاد المسلمين بالتعاون مع العرب والمسلمين في كل الأنحاء للدفاع عن بلدانهم وضمان استقلالها والحفاظ على أنظمتها كما ارتضت شعوبهم. محمد، البداية من طرابلس، حيث فكك الجيش اللبناني عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير داخل مستودع في أحد المباني في محلة ساحة النجمة، فيما نفذت وحداته عمليات مسح ميداني للشوارع الممتدة بين ساحتي النجمة والكورة وسط طرابلس. اجتازت طرابلس قطوعا أمنيا بعدما فكك الجيش اللبناني عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين في ساحة النجم في المدينة. وقد اشتبه الجيش بالعبوتين بعد أن توافرت معلومات عن وجود جسمين مشبوهين داخل مستودع بناية دلاتي في ساحة النجم. وبعد توافر المعلومات فرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول المكان وقامت بإخلاء المدنيين من المبنى المذكور والمباني المجاورة له، كما حضر الخبير العسكري المختص وكشف عن الجسمين المذكورين.
قيادة الجيش أشارت في بيان لها إلى أن الجسمين المذكورين عبارة عن عبوتين معدتين للتفجير، الأولى مصنعة يدويا ومؤلفة من 3 أنابيب محشوة بحوالي 1.5 كيلوغرام من المتفجرات وموصولة بصاعق وفتيل إشعال بطيء، والثانية عبارة عن قارورة غاز تحتوي على 10 كيلوغرامات من المواد المتفجرة موصولة بفتيل وصاعق كهربائي وتعمل بواسطة جهاز تفجير عن بعد. هذا ونفذت وحدات الجيش عمليات مسح ميداني للشوارع الممتدة بين ساحتي النجم والكورة وسط طرابلس بحثا عن عبوات أخرى محتملة. أكد الوزير السابق فيصل عمر كرامي أن طرابلس نجت من مسجرة كادت تودي بحياة العشرات في منطقة الشوارع والأسواق الشعبية الممتدة بين ساحتي النجم والكورة. وتساءل كرامي في بيان له: من يريد كل هذا الشر لطرابلس ولأهلها ولماذا؟ لافتا إلى أن التطورات الميدانية في المنطقة تشهد متغيرات كبرى، وأن الإرهاب لن يتردد في تكرار المحاولة لزج المدينة في آتون الحريق المذهبي والطائفي الذي يضرب العالم العربي. وعشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، استغرب وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث للمستقبل غياب المرشحين الرئيسيين عن الجلسة قائلا إن الأمر بات تعيينا لا انتخابا. تقرير ربيع شنطف. عون أو لا أحد، هذا ما قاله حزب الله عشية جلسة الانتخابات الرئاسية، لكن البعض يؤكد أن الموقف الحقيقي للحزب هو لا أحد. وانطلاقا من هنا فأنه لا نصاب على ما يبدو في جلسة 8 شباط، وهو ما ألمح إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه لصحيفة المستقبل، داعيا المرشحين 3 أي ميشيل عون وسليمان فرنجي وهنري حلو للنزول إلى المجلس ولينجح من ينجح. وتبعا للمعطيات الحالية فإن الكتل التي سوف تحضر جلسة الانتخاب هي كتلة المستقبل وكتلة التنمية والتحرير، كتلة اللقاء الديمقراطي، وكتلتا القوات اللبنانية وحزب الكتائب، بالإضافة إلى نواب المستقلين، فيما ستقاطع كتلة حزب الله الجلسة مع كتلتي عون وطشناق وكتلتي النائبين فرنجي وطلال إرسلان. تطور جديد هو كشف نوايا وقت اللي صار، يعني حصل صار في مرشحين من جبهة سياسية واحدة، ما هن مرشحين أساسيين، صاروا رافض أحدهم أنه ينزل حتى يكون يوافق على شيء اسمه العملية الديمقراطية الانتخاب، وما قابل ينزل المجلس النواب إلا بعملية تعيين. من حقنا صرنا نتساءل اليوم أنه بحال تحولت العملية الانتخابية لعملية فرض وتعيين نائب والمجلس صار مسخرة يتمسح فيه هذا القرار، شو موقفنا رح يكون؟ الحقيقة هذا موضوع قد البحث عنه. اللي عم يعمله حزب الله هذا مرفوض ولا يمكن أن نقبل به. إذا نحن وافقنا على هذا السلوك من هلأ بطمن اللبناني ما عشان رئيس جمهورية للمستقبل. صار عندنا تعيينات لرئيس الجمهورية مثل ما بيصير بالأحكام بالأنظمة التوتاليتارية، حيث لا رأي للناس لا رأي للشعب، في قرار بيتخذ في مكان ما ما بعرف وين وبيفرض على كل الناس والناس بدها تعيش معه، بس هذه ستكون كارثة. ووفقا للوزير حرب فإن المسؤول عن تعطيل الانتخابات الرئاسية وبالدليل القاطع هو حزب الله ومن خلفه إيران. وثبت أنه إذا قرر حزب الله أن يصير في انتخابات الجمهورية يصير، إذا قرر انتخابات قرر حزب الله أنه يعطل الانتخابات وما يصير انتخابات ضل لبنان بلا رئيس كمان بيصير هيك. والمؤسف أنه لما دعون صار علاقته بالحزب علاقة وجودية وكيانية، يعني ما عاد فيه يعني المصارين فيت ببعضها، ما فيك تفصل مصران عن مصران تاني، كله تابع بعضه. صار خليني أضيف يعني تما يكون هيك في يعني بشكل موضوعي الرأي، اللي دعون بالرغم من أنه هلأ يعني رشحته القوات اللبنانية يخاف النزول إلى المجلس وبيضل في ذهنه أنه في مؤامرة عليه وأنه يمكن هذه القصة تؤدي إلى انتخاب غيره، وبما أنه هو لا يؤمن يعني لا يثق ولا يثق بحد. وعلى ما تقدم يبدو أن الفراغ سوف يبقى مستحكما بالبلاد إلى أجل غير مسمى، ويربط البعض الأمر مجددا بما يجري في سوريا والمنطقة. وغدا إعلان حزب الله مقاطعته جلسة الانتخاب غدا، اعتبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن رمي التهم على الآخرين بالتعطيل لا تنتج رئيسا، داعيا الأفرقاء اللبنانيين إلى درس الواقع جيدا وطمأنة الأفرقاء المختلفين لإنتاج رئيس لكل لبنان كما قال، معتبرا خلال ذكرى أسبوع الشيخ سلمان الخليل في قاعة الحسنين في حارة حريك أن هذا هو الحل الوحيد.
البكاء على الأطلال وتضييع المزيد من الوقت ورمي التهم على الآخرين بالتعطيل لا تنتج رئيسا، بل التصرف بواقعية من خلال تعاون الأفرقاء الفاعلين، وإلا فقد لبنان المزيد من الوقت بلا طائل. عودوا إلى ضمائركم وادرسوا الواقع جيدا وطمئنوا الأفرقاء المختلفين، تنتجوا رئيسا لكل لبنان. في المقابل وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء إلى كافة الكتل السياسية والنيابية التي تعطل الانتخابات الرئاسية بضرورة انتخاب رئيس، محذرا في عظة الأحد من أن البلاد على طريق الانهيار. نعود فنوجه النداء مجددا إلى الكتل السياسية والنيابية التي تعطل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي تعطل المؤسسات الدستورية والعامة، أن يحزموا أمرهم بأسرع ما يمكن، لأن البلاد في طريق الانهيار. فمن حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة تحترم حقوقهم وتؤمن خيرهم العام وتتقيد بالدستور والميثاق الوطني والنظام الديمقراطي الذي يعتمده لبنان ويقره في مقدمة الدستور التي تنص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أبدى استياءه من تمادي الفراغ في سدة الرئاسة، مؤكدا ألا أمن ولا استقرار في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وخلال رعايته حفل تكريم متطوعي حملة طلع البدر علينا في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين. أمل المفتي دريان أن يعمل المسؤولون على إزالة المعوقات التي تحول دون انتخاب رئيس. لكل من يحاول تعطيل هذا الاستحقاق، أنتم تساعدون على تدمير الدولة وعلى تدمير النظام اللبناني وعلى عدم الاستقرار والأمان في لبنان. الجلسة التي حددت في 8 شباط لانتخاب رئيس للجمهورية نتمنى ألا تكون كسابقاتها في فقدان النصار، فلينزل نواب الشعب اللبناني الذي اختارهم هذا الشعب لأداء واجبهم في إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي، حتى نطوي هذه الصفحة التي فيها القلق والخطورة على أوضاعنا جميعا في لبنان وكلبنانيين. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بيان له أن أي كلام صدر أو سيصدر عن أوساط أو مصادر أو مقربين منه هو كلام عار من الصحة ولا صلة له بالحقيقة. أضاف البيان أن تيار المردة عندما يريد الإدلاء بأي كلام يكون التصريح مرفقا باسم من أدلى به، ولا نتحمل مسؤولية أي كلام غير ذلك. في ظل ازدياد الحالات المرضية المصابة بالإنفلونزا ذات العوارض الحادة، يتخوف اللبنانيون من أن يكون لذلك علاقة بأزمة نفايات، فماذا يقول الأطباء في هذا الشأن؟ التقرير لغنوة أبو دلة. نحن الآن في موسم تتكاثر فيه الفيروسات وتحديدا التنفسية منها والقادرة على الانتقال وعلى رأسها الإنفلونزا. فصل الشتاء هذا العام تأخر مجيئه إلى لبنان كحال كل بلدان العالم بسبب عوامل مناخية معروفة باسم النينيو، فنلاحظ تفاوتات كثيرة بالأسابيع التي يلحقها برد وشتاء، وأخرى تشهد طقسا مستقرا تلامس فيه درجات الحرارة 20 درجة. الفيروسات تنتقل بسهولة بين الأشخاص، لأنه لما بيكون في سقعة نحن نعرف كل العالم تقعد بالبيوت، لما بيكون في درجات مرتفعة من الحرارة فيهم يظهروا ويلتقوا ببعضهم، تنتقل الفيروسات من أشخاص منصابين فيها أو على سبيل التعافي لأشخاص
آخرين. في الأونة الأخيرة انتشرت أسماء فيروسات مختلفة وهي بطبيعة الحال ليست بجديدة، قسم منها موسمي كالإنفلونزا وقسم آخر ظهر مع هطول الأمطار الذي كان له تفاعلات سلبية مع النفايات المنتشرة على الطرقات بشكل عشوائي. الإنفلونزا موسمية هلأ موسمها بنعرف هالشي، بس بقية عوارض الإسهال ومسببة للإسهال هي إشي عم نلاقيها جديدة، سببها المباشر عم بيكون هطول الأمطار وانخلاط المطر تبع الملوث من مية الزبالة موجودة على الطرقات بمية الشرب الموجودة، وكمان أعداد اللاجئين الكبيرة اللي أغلب الأطفال منا أخذ اللقاحات لهولي البكتيريا والفيروس وعم تنقل عن طريق المياه الصرف الصحي للمياه الجوفية للمياه الشرب. نسبة الأمراض ازدادت بعد أزمة النفايات من 8% إلى 13% وفق تقرير أعدته إحدى المستشفيات في بيروت، ولكن يبقى ذلك غير رسمي. وفيما تمتلئ المستشفيات بالحالات المرضية المصابة بالإنفلونزا ذات العوارض الحادة، يظن المواطنون أن ذلك عائد لأزمة النفايات. دائما بفصل الشتاء بصير قريب، ترى عم بدخلوا مستشفى من وراء هالوسخ والزبالة، ماء عم تتشرب من هالزبالة عم تفوت على بيوتنا، فطبيعي نحن نمرض من هيدا من وراء الزبالة أكيد في كتير. على الرغم من انتشار الفيروسات والحالات المرضية إلا أنه بإمكان الأطفال والراشدين الحصول على لقاحات للتخفيف من حدية العدوى إن بسبب الإنفلونزا أو بسبب المياه الملوثة. وهنا يؤكد الدكتور ناجي عون على ضرورة حصول اللاجئين السوريين على هذه اللقاحات. معظم المواطنين اللبنانيين يعتقدون أن ازدياد الحالات المرضية المصابة بالإنفلونزا سببه انتشار النفايات بشكل عشوائي، وإنما التحليل العلمي يقول إن ذلك يعود إلى تغيرات في المناخ. من بيروت غنوة أبو دلة، تلفزيون المستقبل. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. معارك ودارية في أكثر من جبهة وموجة النزوح من حلب متواصلة. والمقاومة اليمنية تقتحم مواقع شمال غرب العاصمة صنعاء. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. الجيش يفكك عبوتين ناسفتين في طرابلس. وعشية جلسة الثامن من شباط الرئاسية استغراب لغياب المرشحين. مخاوف وتساؤلات بشأن انتشار الإنفلونزا الحادة وأزمة النفايات. سلسلة مواقف بارزة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 30، مشددا على أن المملكة تدافع عن بلاد المسلمين، داعيا إلى جمع الكلمة ووحدة الصف والتفاؤل رغم الظروف المحيطة بنا. من حقنا الدفاع عن أنفسنا من دون التدخل في شؤون الآخرين، وندعو الآخرين إلى عدم التدخل في شؤوننا. موقف بارز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله وفدا كبيرا من الأدباء والمثقفين المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة. الملك سلمان شدد على الخطوط الرئيسة للمملكة في الدفاع عن بلاد المسلمين. كما نحرص عن يعم الأمر والسلام منطقتنا، من حقنا الدفاع عن أنفسنا من دون تدخل في شؤون الآخرين. ندعو الآخرين عدم التدخل في شؤوننا، ولذلك نحن كما قلت وأكرر ندافع عن بلاد المسلمين ونتعاون مع أخواننا العرب والمسلمين في كل أنحاء الدفاع عن بلدانهم وضمان استقلالها و بعض أنظمتها كما ارتضى الشعوب. خادم الحرمين الشريفين أكد أن الإسلام دين عدل ووسطية ورحمة. من الشاهد من الرحاب من يدعون الإسلام لا يمثل الإسلام بصدر إطلاقا. الإسلام دين المحبة والتعاون. علينا جميعا وعليكم واجب كبير في جمع الكلمة وحدة الصف وتنوير الأمة، وعلينا أن نكون متفائلين رغم الظروف المحيطة بنا. تضافر الجهود والعزيمة سوف تخرجنا من هذه الأزمات بإذن الله، والحمد لله بلادكم السعودية لا يوجد فيها الحمد لله أزمات ولا يوجد فيها اضطراب.
وتابع الملك سلمان أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بات علامة بارزة في المشهد الثقافي والأدبي والتاريخي العربي منذ أكثر من 3 عقود، وتتشرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين ومن يقصدها من المسلمين من كافة أنحاء العالم. وفي العاصمة السعودية الرياض استقبل الرئيس سعد الحريري منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس سعيد عارضا معه تطورات على الساحة الداخلية في لبنان. كما استقبل الرئيس الحريري مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك شعار والشيخ خلدون عريمت والدكتور رضوان السيد. أحبط الجيش الحر هجوما عنيفا لقوات الأسد على بلدات بالغوطة الشرقية فيما استهدف الثوار بصواريخ الجراد معاقل الأسد في معسكر جورين في حماة محققين إصابات مباشرة. إنجاز ميداني لافت حققه الثوار من خلال التصدي لقوات الأسد المتمركزة في اللواء 39 بعد أن شنت هجوما قويا على بلدتي تل الصوان وتل كردي بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، فقتلوا وجرحوا العشرات من قوات النظام بالإضافة إلى تدمير دبابة T-72 وعربة PMP في محيط اللواء، ما أجبر قوات الأسد على الانسحاب. وفي ريف حلب الجنوبي تصدى الثوار لمحاولة قوات الأسد التقدم والتسلل على جبهات خان طومان فيما شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات جوية على مدينة كفر حمراء ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى. ميدانيا أيضا شن الثوار هجوما مباغتا على تجمعات قوات الأسد على محور الرويسة الروس في جبل الأخراد بريف اللاذقية، تمكنوا خلالها من السيطرة على موقعين استراتيجيين وقتلوا عددا من قوات النظام بعد اشتباكات استمرت ساعات عدة. أما في العاصمة دمشق فقد تعرض حي جوبر لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام وسط اشتباكات دارت على أكثر من جبهة بين الثوار وقوات الأسد مدعومة بعناصر من حزب الله. في ظل هذه التطورات اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات الأسد في أطراف مطار دير الزور العسكري، بينما تعرضت أحياء العرضي والحميدية وشواخ بمدينة دير الزور لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في حين شن الطيران الروسي غارات جوية على مدينة محسن وبلدة البعمر. مأساة اللاجئين السوريين الفارين من القصف البربري للمقاتلات الروسية مستمرة، توقعات بارتفاع العدد إلى 55,000 شخص، في وقت حث الاتحاد الأوروبي تركيا لفتح معبر باب السلامة الحدودي لإدخال آلاف اللاجئين. فيما تستمر حركة النزوح من سوريا في اتجاه الحدود التركية، خيمت محنة آلاف اللاجئين الذين يفرون من جحيم القصف الروسي وبطش النظام السوري على مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين شددوا في حضور نظيرهم التركي على وجوب إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء. وحث الاتحاد الأوروبي تركيا على فتح معبر باب السلامة الحدودي لإدخال آلاف اللاجئين الذين فروا من الهجمات البربرية للمقاتلات الروسية على حلب وريفها. وزير الخارجية التركية تشاويش أوغلو أكد أن بلاده لم تغير سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين، متوقعا أن يصل عدد الهاربين إلى الحدود السورية التركية في أحدث موجة نزوح إلى قرابة 55,000 شخص. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد التأكيد على أن أنقرة مستعدة لفتح حدودها للاجئين السوريين إذا كان ذلك ضروريا، مؤكدا أن بلاده تواجه تهديدا جراء قطع طريق إمداد رئيسي إلى جزء من مدينة حلب. من جهتها أعلنت الوكالة الحكومية التركية المكلفة الحالات الطارئة أفاد استعدادها لاستقبال موجة جديدة من اللاجئين. وقال مسؤول تركي إننا على استعداد لمواجهة السيناريو الأسوأ وإن لدينا القدرة على استقبال وافدين جدد مهما كان عددهم. إلى ذلك رسالة حادة وجهها البرلمان العربي إلى برلمانات كل من دول مجلس الأمن الدولي وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا للضغط على نظام الأسد وداعميه من أجل الوقف الفوري للقصف الجوي على السوريين، مع التأكيد على دعمه القوي للمسار السياسي. وقال أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي في بيان هو الأول من منظمة عربية إن البرلمان العربي إذ يدعم بقوة المسار الحالي للمفاوضات للوصول إلى حل سلمي للأزمة، فإنه يطالب بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار والقصف الجوي تزامنا مع هذه المفاوضات وخاصة من قبل النظام السوري والجهات الداعمة له.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادها لإرسال قوات برية إلى سوريا في إطار التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش. وقال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن موقف بلاده هو أن أي حملة حقيقية ضد داعش يجب أن تشمل قوة برية. وأضاف قرقاش أن وجود قيادة أمريكية لهذه القوة سيكون شرطا مسبقا للإمارات. ويأتي إعلان الإمارات هذا بعد أيام على إعلان السعودية استعدادها للتدخل البري على لسان المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد الركن أحمد عسيري استعداد السعودية للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سوريا. بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحرس الثوري الإيراني لوح قائده محمد علي جعفري بإرسال المزيد من عناصره إلى سوريا، وقال إن مسلحيه يصرون على المشاركة في القتال في سوريا، لكن ليس من السياسة والحنكة أن نرسل المزيد من القوات للقتال المباشر هناك. وقال جعفري على هامش مراسم تشييع الجنرال الإيراني محسن قجريان وعناصر آخرين من الحرس قتلوا في سوريا الأسبوع الماضي إن إيران مقيدة في الوقت الحاضر بإرسال المزيد من المستشارين. دعا البابا فرانسيس المجتمع الدولي إلى عدم توفير أي جهد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مطالبا بتضامن سخي مع عشرات آلاف النازحين، ومؤكدا ضرورة جمع جميع الأطراف في شكل عاجل إلى طاولة المفاوضات وفي أثناء صلاة التبشير. قال البابا أنه يتابع بقلق كبير المصير المأساوي للمدنيين الذين تطاولهم المعارك العنيفة في سوريا البلد الحبيب، فيضطرون إلى ترك كل شيء هربا من فظائع الحرب. وأضاف البابا آمل من خلال تضامن سخي أن يتم توفير المساعدة اللازمة من أجل ضمان بقائهم وكرامتهم. دفعت قوات التحالف بتعزيزات عسكرية إلى فرضة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف بعد مواجهات مع المتمردين. عشرات القتلى والجرحى سقطوا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بغارة جوية لطائرات التحالف العربي على منطقة نقيل بن غيلان شمال شرق صنعاء، بينهم ثلاثة من أهم القيادات الميدانية. مصادر ميدانية أكدت أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات وهي في طريقها من العاصمة صنعاء لدعم الميليشيات في مناطق المواجهات في بلدة مسفرة الواقعة غرب مديرية نهم والتي اقتحمتها المقاومة الشعبية. وأوضحت المصادر أن القياديين القتلى هم طه المتوكل والحسن شرف الدين وحمزة شرف الدين. هذا وتجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الشريج الحدودية بين محافظتي تعز ولحج، كما شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على منطقة الصمع في أرحب في محافظة صنعاء، واستهدفت الغارات منطقة الكسارة ومعسكر الدفاع الجوي بهمدان شمال غرب صنعاء. وتأتي غارات التحالف في ظل مواصلة القوات الشرعية اليمنية تقدمها صوب العاصمة صنعاء من محورين. وفي تعز شنت ميليشيات الحوثي وصالح قصفا عنيفا بصواريخ الكاتيوشا على كرة عدة في مديرية الوازعية غرب المدينة، وأحبط عناصر المقاومة الشعبية عملية تفجير مبنى مستشفى ميدي الريفي في محافظة حجة بعد أن اكتشفوا أن إحدى الغرف داخل المستشفى مليئة بالمتفجرات. مصادر المقاومة أكدت أن الحوثيين يستغلون المباني الحكومية والمنشآت في تخزين الأسلحة وتلغيمها وتفجيرها رغم أنها مخصصة لخدمة أهالي الكرة الريفية وعلاج المرضى. هذا وقد تم أسر عناصر من ميليشيات خلال مداهمة سراديب ومخابئ تحت الأرض على أطراف مدينة الميدي. أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد منفذ عمليات طعن الجندي الإسرائيلي في عسقلان متأثرا بجراحه، مشيرة إلى أنه لاجئ سوداني. وكان الرجل السوداني قد أصيب بجروح بالغة في وقت سابق الأحد بطلق ناري خلال ملاحقة الشرطة له بعد تنفيذه عملية طعن. أعلن متحدث عسكري عراقي المضي قدما في مشروع التحصينات الأمنية حول العاصمة والتي تتضمن بناء سور بارتفاع 3 أمتار وخندق ونصب كاميرات مراقبة. قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد أن القيادة ماضية في تنفيذ التحصينات الأمنية في بعض المناطق وإغلاق الطرق غير المعبدة، وأوضح أن ذلك لا يقتصر على مناطق الشمال وغرب العاصمة إنما المناطق التي تحتاج إلى تحصينات أمنية وعدم إعطاء فرصة للمجرمين.
قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن بلاده تعارض أي تدخل بري أجنبي في ليبيا، مضيفا أن تسلل الإرهابيين من الأراضي الليبية يمثل تهديدا دائما لبلاده. حديث الوزير التونسي جاء في معرض تفقده للمرحلة الأولى من مشروع مراقبة الحدود مع ليبيا، وقال أن على الليبيين قتال داعش بأنفسهم، كما يجب تأمين الدعم للحكومة الليبية التي ستشكل، وعلى هذه الحكومة أن تطلب الدعم والتدخل الأجنبي. أثار إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ بعيد المدى ردود فعل دولية منددة باعتباره عملا استفزازيا ينتهك قرارات الأمم المتحدة، فيما اجتمع مجلس الأمن لمناقشة الموقف. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في شكل مشاورات لمناقشة استفزاز كوريا الشمالية وإطلاقها صاروخا بعيد المدى تمكن من وضع قمر صناعي في المدار. كما قالت، هذه العملية أتت رغم تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وجاء إطلاق الصاروخ في الوقت الذي لا يزال فيه المجتمع الدولي يحاول التوصل إلى توافق بشأن كيفية الرد على آخر تجربة نووية لبيونغ يانغ في 6 كانون الماضي، علما أن وكالة يونهاب أشارت إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية خامسة. وردا على إطلاق الصاروخ، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من كوريا الشمالية الكف عن أعمالها الاستفزازية واحترام التزاماتها الدولية مجددا. وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية التزامه العمل مع كل الأطراف المعنية لتهدئة التوتر وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اعتبر أن واشنطن ستعمل مع مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات مهمة لمحاسبة كوريا الشمالية، ووصف كيري عملية الإطلاق بأنها انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة بشأن استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مجددا التزام واشنطن الدفاع عن حلفائها في المنطقة. طوكيو عبرت عن احتجاجها على الإطلاق وأعلنت أنها تدرس إمكانية تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات ضد بيونغ يانغ. وزارة الخارجية الصينية أعربت عن أسفها لإطلاق الصاروخ، داعية كل الأطراف إلى التصرف بحذر والامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية. كما دعت الخارجية الفرنسية إلى رد سريع وقاس من الأسرة الدولية اعتبارا من اليوم على كوريا الشمالية. قالت السلطات التايوانية أن 132 شخصا ما زالوا محاصرين تحت أنقاض برج سكني انهار في مدينة تاينان جنوبي البلاد بعد أن ضربها زلزال قوي السبت، فيما ارتفعت حصيلة قتل الزلزال إلى 23 شخصا. وأفادت مصادر محلية بأن فرق الإغاثة أنقذت أكثر من 350 شخصا، فيما أكد مسؤول محلي أن أكثر من 130 شخصا ما زالوا محاصرين تحت أنقاض البرج السكني، في حين لا يزال قرابة 150 شخصا في عداد المفقودين. وتسبب الزلزال في الانهيار وتضرر عشرات المباني الأخرى. عودة إلى أخبارنا المحلية بعد الفاصل، وفيها مصارف لبنان تعيش مخاوف الضغوطات الأمريكية، وفيديو يخطف الأنفاس ويختصر بخمس دقائق جمالية لبنان. أهلا بكم من جديد. تواجه مصارف لبنان تحديين يتمثلان بتراجع أسعار النفط من جهة والضغوطات الأمريكية عليها من جهة أخرى. التقرير لباسل الخطيب. أداء يوصف بالجيد حققه القطاع المصرفي العربي عام 2015 بلغت نسبته 7%، في حين ستكون الصورة ضبابية لتوقعات العام 2016 بسبب تراجع سعر النفط وانخفاض الفوائد المالية لدى دول الخليج، ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات والودائع الخليجية في الدول العربية ومنها لبنان. لبنان اليوم القطاع المصرفي جيد وعنده ملاءة كتير كبيرة، نسبة القروض الممنوحة من القطاع المصرفي بحدود 55 مليار دولار، في جزء منه بحدود 30 مليار إلى ما يسمى بصرفة التجزئة أو القروض الشخصية. إلا أن الضغوطات الأمريكية على مصارف لبنان تشكل أبرز التحديات التي تواجه القطاع، حسب ما يقول الأمين العام التنفيذي لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح. اليوم في قرار طلع، وهذا القرار كلنا يعني لغاية اليوم في قلق بتطبيق هذا القرار. المصارف الأمريكية مسيطرة على التحويلات بالعالم، وبلا شك أي تحويل بالدولار الأمريكي يجب أن يعبر عبر المصارف الأمريكية، وبالتالي في خوف يصير في قطع علاقات من قبل المصارف الأمريكية لا مصارفنا في لبنان، أو ربما عقوبات بحال لم يطبق هذا القرار. من حيث المبدأ، من حيث التقنيات،
هذا القرار ملزم للمصافي اللبنانية، ما عندهم خيار آخر. وإذا تم إدراج أي اسم ضمن اللوائح الأمريكية اللي يجب لا نتعامل معها، المصافي اللبناني ليس لديهم خيار إلا أنه يسكروا هذا الحساب. فتوح يعتبر أن السلطات الأمريكية حريصة على مواصلة التعاون مع القيمين على القطاع المصرفي العربي واللبناني خصوصا. بهذا الإطار اتحاد المصافي العربية حيعقد مؤتمر هام جدا ب 18 نيسان المقبل، والمؤتمر حيستضيفه البنك المركزي الفيدرالي في نيويورك. نحن من خلال اتصالاتنا مع وزارة الخزانة الأمريكية ومع البنك الفيدرالي لمسنا حرص السلطات الرقابية الأمريكية باستمرارية التعاون مع المصارف اللبنانية تحديدا. وكان في طلب منا، وربما هي أول مرة بقولها، طلب يقول أنه يبذل جهد اتحاد المصارف العربية لدعوة لبنان والأردن ومصر. فإذا نحن اليوم فعلا عم نحط كل جهودنا بهذا الاتجاه. في تنسيق بيننا وبين جمعية مصارف لبنان، وأنا بقدر أكد أنه حيكون في وفد كتير كبير من لبنان إلى هذا المؤتمر. وحسب فتوح ستشكل اللقاءات في أمريكا شرحا لوجهة نظر القطاع المصرفي اللبناني في العديد من المسائل المطروحة وفرصة للحوار العربي الأمريكي. زار وفد من متطوعي الدفاع المدني البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في بكركي، حاملين معهم علم لبنان الذي دونوا عليه عبارة متضامن مع الدفاع المدني، آملين من الجهات الروحية كافة التوقيع على العلم، وبالتالي يكون هذا العلم قد حمل أول توقيع لمرجعية روحية مسيحية تمثلت بالبطريرك الراعي. الراعي أكد أن مطالب الدفاع المدني محقة، معلنا دعمه لهم حتى إقرار مشروعهم الإنساني. لبى العشرات من متطوعي الدفاع المدني في المناطق نداء زملائهم في عكار للمشاركة في لقاء تضامني معهم. من مختلف المناطق اللبنانية وفد عشرات المتطوعين في الدفاع المدني تلبية لنداء زملائهم في عكار للمشاركة في اللقاء التضامني الذي أقيم أمام مبنى بلدية حلبة دعما لقضيتهم، وذلك في حضور منسقي تيار المستقبل في عكار عصام عبد القادر وخالد طه، بالإضافة إلى رؤساء اتحاد بلديات الجرد. عم يسألوا بحال ما شملنا التثبيت شو الخطوات اللي حنقوم فيها، بعتقد الجواب من خمس محافظات. من هنا ندعو المسؤولين اللبنانيين الإسراع في إقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بملف المتطوعين وإلائه الاهتمام المطلوب في سبيل الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية الناجحة. علينا أن نكون جنبكم وإلى جانبكم في كل المجالات. وتحت شعار لأنهم أصحاب حق ولأنهم دائما إلى جانبكم، دعا تيار المستقبل في عكار إلى لقاء تضامني مع متطوعي الدفاع المدني للمطالبة بتثبيتهم، وذلك في قاعة بلدية حلبة يوم الثلاثاء المقبل عند 3:30 عصرا. يستمر الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بعد أن شهدت المناطق ليلا وفي فترة قبل الظهر أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، فيما تساقطت الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1100 متر ولا سيما في المناطق الشمالية. الأمطار الغزيرة تسببت بغرق طرقات عكار بالمياه وتحولها إلى مستنقعات، ما عرقل حركة السير، فيما ناشد المواطنون المعنيين العمل لحل مسألة تصريف المياه. كعادتها طافت طرقات عكار وتحولت أنهارا بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها في الساعات الماضية، لتعود مشكلة تصريف المياه في ببنين العبد إلى الواجهة من جديد مع قنوات صرف تفتقد القدرة الاستيعابية. أما المواطنون فضاقوا ذرعا بعد أن دخلت المياه محالهم ومداخل الأبنية معرقلة السير ومتسببة بخسائر كبيرة في الممتلكات. وحدث البلدية ما جيب تشوف الطف، تجيب تاخذ الطف بتشوف عمليتها محلولة، بدها خندق واسع من هون وخندق واسع من صوب حدث نجيب فرح يصفرح للعب ده كل ما كانت 100 متر وانتهى القصة كلها يتش. ومن الصبح فيت على بيوت لعنا على المحل هون، فيت على المحلات لكك ولا في لا حدا بيقول لك وينك ولا حدا بيقول لك شيء. المواطنون طالبوا البلديات والمحافظة ووزارة الأشغال التنسيق والتعاون بغية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. ومع تولي العواصف الثلجية على لبنان يزدهر موسم التزلج في وقت يأمل محبو الرياضة الشتوية ألا يؤثر تساقط الأمطار سلبا على الموسم. بعد العواصف المتتالية التي شهدها لبنان وآخرها تلاسة، تراكمت الثلوج فكللت الجبال وغطت المنحدرات لينطلق بذلك موسم التزلج وإن متأخرا. محبو الرياضة الشتوية
قصدوا المناطق الجبلية كبارا وصغارا، آملين أن لا تؤثر الأمطار التي ستهطل خلال اليومين سلبا على الموسم. موسم حلو، تلجيت حلوين بس شوية قليل، يعني أنه كان المفروض قبل تحط تلج أكثر. اسبروا أنه على أمل أن تكون تشلح تلج بهالجمعة، وعامل انه العالم تشد حيلها تيجي صابنا. بلش منيح بس ان شاء الله ما تشتي هاليومين، ما هيك اذا شتت على التلج بتضرب الموسم منيح. واذ يثني اصحاب مراكز التزلج على غزارة العاصفة الثلجية، الا انهم يأملون بطبيعة الحال ان يشهد لبنان المزيد من الثلوج حتى تتراكم في ساحات التزلج، ما يجذب السياح وينعش القطاع. 5 دقائق تختصر جمالية لبنان في فيديو أطلقته وزارة السياحة وليف لاف لبنان ضمن مبادرة رايز أباف لبنان، تم تصويره بكاميرا من الجو. الفيديو يخطف الأنفاس ليبث في الذات أملا وفرحا بلبنان الحلم المنشود بعيدا من المناكفات السياسية، ليأخذنا في رحلة من شمال لبنان إلى جنوبه مرورا بكل المناطق والقرى السياحية التي تميزه. للأسف بتغادرينا ونصل مشاهدينا إلى النشرة الرياضية حيث يرافقنا فيها الزميل عباس حسن. مساء الخير. تعادل حامل اللقب تشيلسي مع ضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في ختام الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسجل أهداف جيسي لينارد في دقيقة 62 لليونايتد، وعادل دييغو كوستا في دقيقة 90 لتشيلسي. المباراة جرت على ملعب ستانفورد بريدج، وحاول زملاء أيدن هازارد تحقيق 3 نقاط للخروج من الأزمة التي يعاني منها، حيث يبتعد البلوز عن مراكز الهبوط بفارق 5 نقاط فقط. ومن جانبه فأن مانشستر يونايتد حاول تحقيق الفوز على ملعب تشيلسي للبقاء في الصراع على أحد المراكز المؤدية إلى دوري أبطال أوروبا. رجال المدرب لويس فانجال حققوا فوز كبير في الجولة الماضية أمام ستوك سيتي، ويرغبوا في تأكيد هذا أمام البلوز، ولكن هالأمر لم يحدث. إلى إسبانيا حيث فريق برشلونة عاد من مدينة فالنسيا بفوز ثمين على مضيفه ليفانتي 2-0،
اليوم الأحد في المباراة اللي أقيمت مبكرة على استاد سيوات دي فالنسيا في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم. الإسباني دافيد نافارو مدافع ليفانتي سجل هدف الفوز لبرشلونة بالخطأ في مرمى بعد ما حول عرضية جوردي ألبا مدافع برشلونة بظهره في مرمى فريقه في الدقيقة 21، وأضاف سواريز الهدف الثاني لبرشلونة بدقيقة 91 مستغلا تمريرة ميسي لينفرد بصدارة الهدافين بالليغا برصيده في 20 هدف على حساب منافسه البرتغالي اللي عنده 19 هدف. برشلونة حامل اللقب انفرد بصدارة الليغا برصيد 54 نقطة وعنده مباراة مؤجلة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ب 51 نقطة. في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 17 نقطة متذيلا الترتيب واقترب من السقوط في هاوية الليغا والهبوط لدوري الدرجة الثانية. نبقى في إسبانيا حيث يلتقي بعد لحظات ريال مدريد مضيف غرناطة ضمن منافسات نفس الجولة. بعض نجوم الفريق صاحب المركز الثالث في المسابقة تحوم الشكوك حول لياقتهم للمشاركة، وعلى رأسهم الويلزي جارث بيل. فريق المدرب زين الدين زيدان لن ينقصوا الهدافين حيث تمكن من الفوز على إسبانيول بست أهداف دون رد في مباراته الأخيرة، وإن كان قد تعادل بهدف أمام ريال بيتيز في آخر مباراة لعبها خارج أرضه. رونالدو يلي أحرز ثلاثية في مرمى إسبانيول يأمل في أن يحتفل بعيد ميلاده 31 بأفضل طريقة ممكنة. هذا كل شيء بالرياضة، عودة لك محمد. شكرا لك عباس. صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. صار على أجدد تليفون من ألفا، قسط على 12 شهر ب 0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال 4G داتا بوندل أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. فكرت صورة وشمسية اللي مخصصة لصوركم بتخولكم تربحوا معنا بنهاية كل آخر شهر جايزة. ما عليكم غير تعملوا لها تاج على انستغرام ونحن بنعرض صوركم. هلأ مننتقل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس 17 درجة، الرباط 21، الجزائر 17 درجة، بغداد 18، دمشق 14، القدس 16، عمان 12 درجة، ومنختم مع الكويت 20 درجة، الدوحة 25، أما الرياض عم بتسجل 22 درجة. هلأ مننتقل على لبنان. الساحل اللبناني عم تتراوح حرارته بين 7 و17 درجة، بالنسبة للجبل 9 درجات، أما بالداخل توصل أقصاها ل 12 درجة. هلأ منروح على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا بعكار 15 درجة، طرابلس 17، الأرز 2، الكورة 16 درجة، الهرمل 17، القاع 16، بعلبك 9، الرياق 11 درجة، جبال 13، ميروبة 3، جونيا وبعبدا 16 درجة، بيروت كمان عم بتسجل 16 درجة، منكفي على زحل 12، شطورة 13، عنجر 14، مشغرة 17 درجة، جزين 16، رشيا 15، مرج عيون 16 درجة، ومنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا، صور وقانا 16 درجة. بكرة التنين من المتوقع طقسنا يرجع صحو وعنا ارتفاع بدرجات الحرارة لتوصل أقصاها ل 16 درجة أدناها 11، بالنسبة للرطوبة 80%، أما سرعة الرياح عم بتسجل 30 كيلومتر بالساعة. نهار الثلاثة كمان بتسجل 16 درجة وبترتفع درجة واحدة، نهار الأربعاء لتسجل 17 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين ناقص 6 درجات ودرجتين. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي ختام المسائية أذكركم بأبرز عناوينها. الجيش يفكك عبوتين ناسفتين في طرابلس وينفذ عمليات مسح واسعة. إذا نحن وافقنا على هذا السلوك من هلأ بطمن اللبناني ما عشان رئيس جمهورية المستقبل. صار عندنا تعيينات لرئيس الجمهورية. عشية جلسة الثامن من شباط الرئاسية استغراب لغياب المرشحين، حزب الله يرمي الكرة في ملعب الآخرين. من حقنا الدفاع عن أنفسنا من دون تدخل في شؤون الآخرين. ندعو الآخرين عدم التدخل في شؤوننا. خادم الحرمين، سندافع عن بلاد المسلمين وعلى الآخرين عدم التدخل في شؤوننا. أطيب التمنيات من تلفزيون المستقبل، وإلى اللقاء.
ترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.